إذن النوع الرابع هو DC to DC conversion. DC to DC conversion عمالي بحول DC وبعمله controlling بحوله ل DC مختلف. كيف ممكن هلا هون هذا عندي فرضا خلينا نفترض إنه عندي هذا 80 فولت هون وعندي هون resistor load. كيف ممكن أنا أدخل أو خلينا أحط هذه هون inductive load. أنا عندي 80 فولت وكنت بدي أدخل من 80 فولت أدخل بس 40 هون على هذا السيستم. هلا ممكن أستعمل الفكرة اللي أنت اقترحتها أحط ريزيستر، بس حكينا مشكلة الريزيستر إنه حرارة عمالها بتضيع حرارة كتير فيه. بدي أحاول أستعمل طريقة ثانية، شو ممكن أعمل الآن؟ كيف ممكن أدخل أفرج 40 فولت على هذا السيستم اللي هون وأنا عندي السبلاي 80 فولت؟ ريزيستر بس ريزيستر ما بضيع حرارة مش هيك؟ ممكن يعني ممكن كان أجي هون أحط أغير هذا الريزستر مضبوط وصير أغير هذا الريزستر هون بحيث يتغير الفولتج الموجود. شو مشكلته هذا؟ هذه حرارة هاي اللي راح تضيع فيها وبعدين على أي حال حتى بدي واحد يجي بده يغير بدنا نعمل أوتوميشن للبروسس. إذا شو في طريقة ثانية ممكن شو ممكن أعمل؟ ممكن أحط دايركت بس إيش راح يعمل الدايركت هون؟ شو أثر هون الدايركت؟ ما أثر شيء إيش يعني لأنه أصلا هو دي سي. طب لو عكست الدايود بلس السيستم اذا ما بدفع الدايود ما بيحدث شيء. شو بدي اعمل؟ هل ممكن امسك انا ميكانيكال سويتش بايدي واصير اسكره وافتحه؟ يعني لو هذا السويتش صرت اسكره وافتحه لمده مثلا نص ثانيه اون ونص ثانيه اوف بزبط؟ بزبط بزبط بس بطيء هاي نص ثانيه. شو ممكن اعمل؟ وين احط الترانسفورمر؟ بس ترانسفورمر مش رح يشتغل مع دي سي. لو عندك اي سي ممكن كانت تعمل ترانسفورمر بس دي سي ما رح يشتغل. كباستر؟ ايش كباستر كيف؟ شوف لو عملنا شيء زي هيك. لو صرت هلا هذا الفولتج اللي موجود هون هذا الترانسفورمر صرت اعمله سويتشينج اون اوف هذا التايم كونستنت تبعه
ال ار سيركت مضبوط، لكن ال ار سي سيركت ايش بتساوي ثاني ها؟ 4%. هذا الزمن اللي موجود هون هذا بنسميه ديوتي سايكل، ايش نسبة الاون؟ نسبة الاون زائد الاوف هاي بنسميها ديوتي سايكل، وهذا يعطيني افرج فولتج مختلف، هذه احد انواع الدي سي بنستعملها في الفوريتور سيركت. اذا حكينا عن اربع انواع من السيركت، ايش هم؟ اول نوع اي سي تو دي سي اللي هو كان ريكتيفيكيشن، دي سي تو اي سي انفرجن، اي سي تو اي سي عمال بعمل كنترول الى الاي سي زي السايكل كونفرتر او ماتريكس كونفرتر والفيس كنترولر، ودي سي تو دي سي زي مثلا بافر كومبينيشن او شوبر استعملناه. في اسئله على هذول الاربع انواع؟